ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الاجتماع الأسبوعي للجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد شهد الاجتماع مشاركة أعضاء اللجنة إلى جانب مشاركة وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي ووزير التجارة والصناعة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ورئيس لجنة التوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب وسعادة النائب عبد الله الدوسري. وفي مستهل الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجميع وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في وضع البرامج الهادفة لدعم الرياضة المدرسية، كما تطرق سموه إلى موضوع إنشاء مدارس رياضية والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الرياضة لدى الطلبة والطالبات بما ينمي القدرات على الشكل الذي تبرز فيه طاقات الشباب البحريني في المجال الرياضي، معتبرا سموه أن الرياضة المدرسية هي إحدى البوابات الرئيسة لظهور المواهب الرياضية والتي تخدم الفرق والمنتخبات الوطنية. كما وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على جهود وزارة التجارة والصناعة والسياحة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني بما يخدم تنفيذ المشاريع التطويرية والتي يمكن أن تدعم الحركتين الشبابية والرياضية. بعدها بحث سموه في هذا الاجتماع التصورات التي يمكن من خلالها سن وتنفيذ قانون الاحتراف الرياضي، كما أشار سموه إلى دراسة إمكانية تحويل الأندية الرياضية إلى شركات، وتطرق سموه في الوقت ذاته إلى أهمية إنشاء مستشفى رياضي متخصص، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي في تنفيذ أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للنهوض بقطاع الشباب والرياضة وتحقيق المزيد من المنجزات والتي ستحقق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمنها رؤية البحرين 2030 لدعم الشباب والرياضة، بما يتوافق مع تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لدفع الرياضة في مملكة البحرين نحو مزيد من التطور والتقدم بما يسهم في كتابة نجاحات جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها الرياضة البحرينية والتي عززت من المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة على خارطة الرياضة العالمية.